يحتضن مسرح الهواء الطلق بدار الثقافة عيسى مسعودي عين تيموشنت نشاطات ترفيهية وألعاب بهلوانية بصفة يومية في مبادرة هي الأولى من نوعها من تنظيم جمعية الأمل الثقافية. هي عروض يومية من تقديم جمعية أمل الثقافية ودار ثقافة عيسى مسعودي. نشكر الجماعة على هذه المبادرة، مبادرة وين مدينا بزاف صوالح للصغار، منها تنشيط، منها دروس، منها عروض ترفيهية. إن شاء الله تكون عجبتهم، وإن شاء الله نتمنوا تستمر أكثر هذه المبادرة. رانا هنا حاضرين يوميا في دار ثقافة عيسى مسعودي، رانا دائما نقدموا عروض تاعنا ترفيهية تحسيسية، دائما نمدوا نصائح للأطفال خاصة في فصل الصيف، نمدوا لهم نصائح على البحر، نمدوا لهم على الغابة، على نظافة المحيط تاعنا. توجو رانا هنا يا حاضرين، احنا نقول لكم تواجدوا معنا هنايا في دار ثقافة عيسى مسعودي لولاية عين تيموشنت، احنا توجو نرحبوا بكم. إلى اللقاء أصدقائي. ألعاب ونشاطات ترفيهية ثقافية مجانية يشرف عليها فنانو وشباب جمعية الأمل الثقافية. جل ولا نقول لكم السلام عليكم، شكرا على هذه الالتفاتة الطيبة لقناة الأنيس تي في، والحاجة الزوجة نوجه تحية سكان عين تيموشنت ونوجه لهم الدعوة في نفس الوقت، نقول لهم مرحبا بكم لهذه العروض الفنية الهادفة للأطفال. فيها عروض فنية خاصة بالأطفال، فيها رسم على الواجه، فيها ألعاب تنشيطية، فيها كذلك طنبولة لمن حلفه الحظ. دونك نقول لكم مرحبا بكم تولي جور على الستة ونص العشية، دار ثقافة عيسى مسعودي عين تيموشنت، أي مطراطوش حاجة شابة بزاف. كيما ما ننسوش أوسي نشكر مدير دار ثقافة على هذا الدعم اللي مده لنا وفتح الأبواب، نقول له بارك الله فيك، شكرا جزيلا على هذا الدعم. حتى قطاع الثقافة لولاية عين تيموشنت نقول لهم ميرسي بوكو، شكرا جزيلا. ما ننسوش أوسي نشكر ورشة اللغات لدعمهم لينا، ونادي أطلس نقول لهم بارك الله فيكم تاني، نتوما راكم تعاونونا بزاف في الأورغانيزاسيون. ساعات ديالك 10؟ يا لا ماشي ديالك 10، 5 لا درت فم جديد. برنامج مخصص للأطفال والعائلات، درنا هذا البرنامج احنا اللي درناه في إطار موسم الاستياف، برمجته دار الثقافة. هذا البرنامج درناه للعائلات ابتداء من الساعة 6:30 اللي يعني بلي العائلات يكونوا كملوا الخدمة تاعهم وكل شيء، يجيبوا ولادهم هنايا في المسرح هواء الطلق لدار الثقافة، ويتمتعوا بعروض مسرحية للأطفال، عروض ترفيهية، عروض تربوية. رانا نخدموا مع نادي أطلس لجامعة عين تيموشنت، راه يقوم تاني بألعاب ترفيهية تربوية. كاين هناك جمعية الأمل الثقافية راه تاني تقوم، وهي اللي راها مع بالتنسيق مع دار الثقافة، راها تقوم بألعاب تربوية لغوية. إقبال كبير وجمهور غفير أبدى استحسانه لهذه المبادرة، أي نتمنى الجميع استمرارها. السلام عليكم، أود أشكر المديرية الثقافة على الحفل اللي راها تقيمه كل يوم هذا من أجل ترفيه الأطفال، وجمعية الأمل نتمنى لهم الاستمرار ويزيدوا مزيد من النجاحات إن شاء الله. مثل هذه المبادرات والتظاهرات تستحق التشجيع والدعم لمزيد من النشاط والإبداع. وهذا يكفي لك من الدولة، باي باي.